عليك أيها الإمام المسموم، السلام عليك أيها الإمام المغموم، أيها الهادي والولي والمرشد، نبرأ إلى الله تعالى من أعدائك، ونتقرب إلى الله تعالى بموالاتك. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، صلى الله عليك يا مقتداي، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وبدنك الزكي، صبرت واحتسبت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك ولعن الله من ظلمك. عليك مني سلام الله يا مولاي وابن مولاي، كن شفيعي وشفيع والدي بحقك وبحق جدك وآبائك الطاهرين المعصومين. ترى الملوك سجدا ببابه، فالعز كل العز في أعتابه، تطوف حول قبره الأملاك. القصيدة لآية الله الحجة الشيخ محمد حسين الأصفهاني. تطوف حول قبره الأملاك كأنه المحور والأفلاك، تبكي على محنته وكربته وبعده عن داره وغربته. ويل بليل ويلات للمأموني، ويل بل الويلات للمأمون، ويل لذاك الغادر الخؤون. لم يحفظ النبي في سبيله، وتاه في الغي وفي سبيله، خان أمين الله في أمانته، فهل ترى أعظم من خيانته. أخرجه من مهبط التنزيل، أخرجه من مدينة جده رسول الله
أخرجه من مهبط التنزيل إليه بالخداع والتسويل. والله عهده وجل جهده في نقض عهده ونكث عهده. كان المأمون اللعين يتظاهر لإمامنا بالمودة والمحبة، ولكنه كان يكمن له البغض والعداوة. فيا لها ولاية مشومة كانت لها نتيجة مسمومة. وبان من مآثر الإمام بأنه أحق بالمقام. في كل يوم يبطل حجج الأعداء ويجيب على تلك المسائل، ويبان فضل إمامنا الرضا عليه السلام. وبان من مآثر الإمام بأنه أحق بالمقام، فقد بدأت في مدة الولاية خوارق ليس لها نهاية. وكلما خرجت المعاجز على يديه وإعلامه لأصحابه بما يجري من المغيبات، يزداد المأمون بغضا للإمام، فازداد ذلك الحقود حسدا، فإنه نار تذيب الجسدا. فماذا كان تصرف المامون؟ قال: فاغتاله بالعنب المسموم. ويل لذاك الظالم الغشوم. ومادت الأرض بلا بثيها، وساخت الأرض بمن عليها، قضاء يا شهيدا أيوا إماما، قضاء شهيدا صابرا محتسبا، قضى شهيدا صابرا محتسبا. وهو غريب بل غريب الغربا، تقطعت أمعاؤه بالسم. فداء نفسي وأبي وأمي، بكت عليه هاطلات القدس، ناحت عليه نفحات الأنس. ناح الأمين وهو ذو شجون مما جنت به يد المأمون. عليه سيد الورى ينوح حزنا، فكيف لا ينوح الروح؟ ناحت عليه الأنبياء والرسول، بل العقول والنفوس والمثول. لقد بكى البيت ومستجاره، وكيف لا ومنه عز جاره.
لفقد عزها ومن حماها بعزة عن كل ما دهاها. يأتي ذلك الموالي للإمام عليه السلام قائلا: يا ابن رسول الله، رأيت رسول الله في المنام يقول: كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي؟ قال له الإمام الرضا: أنا المدفون في أرضكم وأنا بضعة نبيكم، ألا فمن زارني عارفا حقي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة. ولذلك يصور الملا عطية عليه الرحمة هذا الحوار بين أرض طوس وأرض كربلاء. يا طوس، ضميتي بدر من آل عدنان، فزتي بقبرة وارتفع لك بالملاشان. يا طوس، ضميت المفاخر والفضائل، وبحفرتك علم الأواخر والأوائل، صرتي البدر المصطفى تالي المنازل، بيك اختفى وظلم هوانا ورج الأكوان. قالت: يا ابن موسى، الفخر كل جمعته وغصب علي ابن الرجس قطع مهجته، لكن يا كربلاء اسمعي، لكن بلا تجهيز جسمه ما تركت آياه، عتبوا على اللي برضها ظلوا بلا جفان. أعشب الوادي وارتحت يوم اللفاني، ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني، وتحول التعظيم لجل من مكاني، ولا روعت قلبه ولا تحير له حصان. تخاطب طوس كربلاء تقول لها بلسان الحال: وبكربلاء سبط النبي تحير حصانه، وامر بتطنيب الخيم وانزل مكانه، وبالغاضرية ذبحت جملة أخوانا، سبعة أو عشرة من بني عدنان شبان. شرف ولا اجتمعت عليه خيل وأعنة، ولا سيف عند انسال ولا شرعة أسنه، لا هضمت ولا منعت الماي عنه. وحسين برض الغاضريا ذبح عطشان، ومن عقب موته ما سبيت مخدراته، ومن الخدر للهتك ما طلعن بناته، شافن بواج عليه ما شافن شماته، ولا طفل عندي للرضا ضل فوق تربان.
آجركم الله يا شيعة غريب الغرباء. دخل دعبل في يوم على الإمام وأنشد له قصيدته الشهيرة التائية: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا إلى أن وصل دعبل في قصيدته قائلا: وقبر ويؤون ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. قال له الإمام: يا دعبيل، أضف لك على قصيدتك، أضف لك على قصيدتك. قال: لي الشرف يا سيدي. قال الإمام: يا دعبيل، ضف إلى قصيدتك هذين البيتين: وقبر بطؤوس يا لها يا من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. التفت دعبل إلى الإمام قائلا: سيدي، لو كنت أعلم أن هناك قبر في طوس لذكرته، ولكن يا سيدي هذا القبر الذي في طوس لمن؟ لمن هذا القبر يا سيدي؟ قال الإمام: يا دعبيل، اعلم أن هذا القبر هو قبري. أيوا إماما، ولا تمر الأيام حتى يكون قبري ملاذا للشيعة والزوار. ولم يزل الإمام عليه السلام مغموما مكروبا إلى أن قبض صلوات الله عليه، حتى إنه كان يدعو كلما رجع من الجامع يوم الجمعة، يرفع يديه إلى السماء وهو يقول: إلهي، إن كان فرجي في موتي فعجل وفاتي لساعتي. كأني به على فراشه وقد سرى السم في بدنه، وإذا به يفتح عينيه ويرى تلك السواد أمامه ولسان حالها: أنا الزهرة يا أبو محمد، نسيت اللطم والمسمار. واويلا، وعفت قبري برض طيبه، وجيتك يا غريب الدار. واويلا، على المسموم، على المسموم. واويلا، شارك شارك. واويلا، على المسموم، على المسموم. ومثل ما جيت للمظلوم وشفت يلوح على غبره، اجيت ويا الجواد اليوم وشفنا حالتك مرة. على فراش المنية تلوج يا ابني، وكاب دمت فطرة، وانت لا أهل عندك ولا عزوه
ولا أنصار. وويلي على المسموم على المسموم، ويحق لي أون وابكي وانصب ما تمي عندك، لأنك يعني تخاطب الزهراء ابنها الرضا، لأنك هيجت حزني غريب انت مثل جدك، مثل ما قطعوا كبده انت قطعوا كبدك، هو بسهم المثلث وانت بسمها الغدار. وويلاه على المسموم على المسموم، يا يمه جيتك هذه، يعني كأني بالإمام الرضا يجاوبها، يا يمه جيتك هذه على راسي وعلى عيني، بس يا يمه فد طلبه قعدي يمي سليني.